بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وافتح لنا باب الفهم والعلم واجعله خالصا لوجهك مقبولا ولا تجعل الدنيا حظا فيه رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك في شر ما عندنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى مقاصد تصورات مقاصد التصورات. حاصل ما في الأمر يا إخوة أن الإنسان إذا أراد أن يتفكر كما بينا في أكثر من درس سابق، هو في البداية قبل أن يركب قضايا ليحكم عليها يحتاج أن يتصور مفردات. فتصور المفرد كيف يحصل؟ أولا أنت تحتاج أن تتصوره ذهنا، ثم بعد ذلك هذا التصور الذي تصورته ذهنا، هل أنت قادر أن تنقل عين التصور الحاصل في ذهنك إلى غيرك أم لا؟ فإذا لم تكن قادرا، إذن ستبقى هذه التصورات حبيسة في نفسك. والهدف من يعني اجتماع البشر هو كما قلنا تلاقح الأفكار، الحوار والخطاب، هذا هو يعني المقصد الذي لأجله يجتمع الإنسان. أنت لا تجتمع مثلا مع إنسان آخر فقط للطعام والشراب، بل أيضا هناك خطاب، هناك حوار يجب أن يحصل، والحوار يجب أن يكون مسبوقا بمعاني نفسية. فهذه المعاني النفسية موجودة في نفسي، أريد أن أنقل لك معنى مثلا أني أنا الآن جائع، خائف، أؤمن بالله، مثلا أنا أتبع فلسفة مادية، فلسفة براغماتية. هذه المعاني الكثيرة كيف أنا قادر أن أنقلها إليك؟ يجب أن أتمكن من اختيار لفظ إذا خرج مني حصل لك بسببه عين التصور الذي كان في نفسي. هذا الأمر طبعا أمر في منتهى الصعوبة، بل هذا ربما أصعب ما يواجه الإنسان في أثناء نظره وفي أثناء تعامله مع الناس. لماذا؟ لأن كما نحن نعرف الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنا أريد أن أنقل لك حكم، إذن يجب أن أنقل لك عين التصور الذي أنا تصورته حتى تفهم لماذا أنا حكمت بهذا الحكم. فقبل البحث في التصديقات وفي الأحكام وفي البراهين، يجب أن نتفق أولا على التصورات التي منها تتركب القضايا. يعني كما ذكرتم في تاريخ المنطق عندما درسنا، أرسطو بدأ بماذا؟ أول كتب أرسطو هي المقولات، المقولات التي هي المفاهيم الكبرى، المقولات. ثم هذه المفاهيم إذا فعلا استطعت أن تصل إليها تنتقل إلى الكتاب الثاني الذي هو ماذا؟ العبارة. يعني أنت الآن فهمت المفاهيم، المقولات العالية، تستطيع أن تركب المفاهيم المفردة معا لتشكيل قضية. لذلك لا يمكن أن تبدأ بمباحث التصديقات ومباحث القضايا ما لم تحكم التصور. إحكام التصور كما قلنا ينقسم إلى قسمين. قسمه الأول يكون فعلا ذهنيا، يعني أنا الآن قادر مثلا عندما أنظر إلى الشيخ، اسمك صعب يا شيخ وأنا دائما أنسى اسمك، دانش. عندما أنظر إلى الشيخ دانش، ما معنى دانش حتى يسهل علي؟ حكي الله الله. طيب عندما أنظر إلى الشيخ حكيم، فأنا قادر ذهنا الآن بدون أن أستخدم ألفاظ، قادر ذهنا أن أقول أن لون شعره ليس داخل في حقيقته. هذا سهل. أن أقول مثلا طول يده ليس داخل في حقيقته لأنه متغير أكيد. فالقسم الأول في التصورات هو إدراك ما هو ذاتي وما هو عرضي. هذا هو أول جهد تفعله في التصورات، إدراك الذاتيات والعرضيات. تمام؟ هذا أمر طبعا يحتاج إلى دربة. الآن مثلا يا شيخ توم، ما هو الذاتي لهذا الهاتف؟ ليست سهلة صحيح؟ فكر، هل اللون ذاتي؟ لا. طيب هل الكاميرا ذاتي؟ ما هو الذاتي إذن؟ تحتاج أن تتفكر هنا.
ما هو الشيء الذي لا يكون الهاتف هاتفا إلا به؟ هذا يحتاج منك أصلا أن تكون مستقرئا لأنواع الهواتف. يعني أنا الآن تفاجأت أن هناك بعض الهواتف فيها 3 كاميرات، ليس كاميرا واحدة، 3. طيب الآن عندما أنت تصورت هذا سابقا أو أول مرة تعرفه مني؟ تعرفه؟ من معه أصلا هاتف 3 كاميرات؟ هذا أنت لست متصور، أنت مصدق بوجوده إذن. طيب فلا أستطيع حقيقة إلا أن أكون قد استقرأت، حتى إذا لم أقل كل أنواع الهواتف، لكن على الأقل أقول أغلب أنواع الهواتف، حتى أرى مثلا بعض الهواتف قد يكون لونها مختلف، بعض الهواتف قد يكون ليس فيها كاميرا. فيجب أن أستقرأ، وهذا الأمر هو ذهني محض. طيب بعد الدربة استطعت أن أعرف أي ما هي أمامي، كيف أصل إليها، أو كيف أستطيع أن أطرح العرضيات وأن أبقي الذاتيات. وصلت إلى هذا بالدربة، هل أنا الآن قادر أن أنقل لك ما أدركته أنا من الماهيات أم لا؟ هنا تحتاج إلى ماذا؟ لفظ. هنا تحتاج إلى استخدام اللغة. إذن استخدام اللغة يكون لاحقا على تعقل المعاني، هذا بيناه في درس تاريخ المنطق. تتعقل المعاني أولا، ثم تستخدم اللغات في إيصال ما تعقلته من هذه المعاني. طبعا أكيد يعني أنت لو كنت تستخدم اللغة يسهل عليك التعقل، هذا طبعا، لكن ليس شرطا فيها، يمكن التعقل بدون لغة، بدليل أنك تتعقل كثيرا من الأمور أنت أصلا لا تعرف ما اللفظ المناسب لها. طيب الآن وصلنا إلى مرحلة أننا نحن نريد أن ننقل هذه الماهيات أو هذه التصورات الموجودة في أنفسنا إلى غيرنا. ما الطريق إلى هذا؟ هناك طريق. الطريق الأول يسمى طريق التقسيم، طريق التقسيم. مثلا يسألني الشيخ محمد أمين ما هو الهاتف؟ أنا فكرت كما فعلتم قبل قليل، ما هي ماهيته، ما هي الشيء الذي لا يكون الهاتف هاتفا إلا به؟ فقتم قال هذا صعب، أنا لا أستطيع أن أعرف. طيب هناك طريق أسهل، أقول لك تمام، الهاتف هو جسم فيه مايكروفون وفيه كاميرا وفيه سماعة وفيه ماذا يوجد في الهاتف أيضا؟ شاشة. هل يوجد شيء آخر؟ أظن هذا يكفي. فالآن أنت تصورت الهاتف، وإن كنت لم تعرف ماهية الهاتف لكنك عرفت ماذا؟ مصداقه، عرفت مصداقه. فالآن أنت تعرف أن الجسم المركب من سماعة ومايكروفون وكاميرا هذا يسمى هاتفا، فتستطيع أن تدرك الآن مصداقا آخر غير هذا الهاتف الذي رأيته، تقول هذا فيه هذه الأقسام، إذن هذا هاتف وهذا هاتف وهكذا. فالطريق الأول هو طريق القسمة. طريق القسمة من الجيد أن تلجأ إليه عندما تكون أنت لا تعرف الماهيات، لا تعرف ما هو جنس الهاتف وما هو فصله، بل ربما تكون لا تعرف حتى أعراضه الخاصة. تذكرون في الدرس الماضي ماذا كان مثال الحصير؟ قسمه إلى ماذا؟ خيط وسمار، تمام؟ فالآن هذا أو هذه الأقسام أنت من خلالها عرفت ما صدق الحصير. عرفت الحصير يا شيخ؟ ليس عندكم في بريطانيا حصير طبعا، صحيح؟ تعرف الحصير أنت؟ ما هو؟ قل. لكن له يعني خاصية، ماذا؟
هؤلاء الغربيون لا يعرفون الحصير يعني سبحان الله. ف ما هو الحصير بالمصري يا شيخ عبد الله؟ حصير. طيب وبالسوري باللبناني؟ حصير. بالتركي؟ حصير. حقا نفس الكلمة. طيب في هولندا؟ أكيد لا يوجد. طيب لاحظوا الآن حقيقة لو قلت لك مثلا أنت من بريطانيا أو أمريكا؟ من بريطانيا. ربما لا يعرف الحصير أو لم يره سابقا، لكن عندما قسمناه له سيذهب الآن إلى السوق يقول هذه الأقسام موجودة في هذا الجسم، إذن هذا حصير. إلى الآن لا يعرف ماهية الحصير، ولكن تصوره من خلال ذكري لأقسامه. فالطريق الأول لاقتناص التصورات هو التقسيم، تمام؟ قلنا هذا طريق مفيد وسهل وجيد أيضا أن يستخدم مع الأطفال هذا الطريق، قبل أن يتمكن الطفل من التعقل بالتجريد استخدم معه هذا الطريق. الطريق الثاني، وبالمناسبة الطريق الأول مثلا نقسم به العالم، ما هو العالم؟ أجسام وأعراض. أجسام وأعراض، الآن عرفنا العالم من خلال أقسامه. طب لو قلت العالم هو ما سوى الله، هل هذه ماهية العالم؟ هل الماهيات يدخل فيها النفي؟ ما سوى الله؟ لا، لا يدخل فيها النفي، فهذا ليس ماهية. إذن الطريق الأسلم أن تتصور الأقسام. طبعا كيف تتصور الأقسام؟ هذه مسألة فلسفية أو كلامية يعني. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، أنت تريد أن تبحث يعني بالطريق يوصلك إلى تحديد الذات والعرضي. فأقول مثلا أنت إنسان، طيب أنت الإنسان لك شعر ورأس وتلبس نظارة، عبد الرحيم له شعر ورأس ويلبس نظارة، عمر له شعر ورأس ويلبس نظارة، سبحان الله أنتم كلكم، وأنت شعر ورأس ويلبس نظارة، كل هذا الخط لهم شعر ورأس ويلبسون نظارة. أول تصور ساذج، الإنسان يجب أن يكون له ماذا؟ شعر ورأس ونظارة. فأصطدم هنا بالشيخ عبد الله، عمر ليس له نظارة، هل عمر إنسان أم لا؟ أبدأ أفكر، فأنت إنسان؟ نعم. إذن هناك شيء يمكن أن أحذفه من تصوري للإنسان ويبقى الإنسان إنسانا، ما هو؟ النظارة. أنت لك شعر ورأس وهم لهم شعر ورأس، إذن الشعر والرأس متفق عليه بين الجميع، النظارة محل خلاف، إذن يمكن أن أطرحها. طيب من هنا أصلع؟ أفسدتم المثال سامحكم الله. طيب شيخ عمار، نعتبر أنك أصلع بما أنك تلبس القبعة، انظروا الآن هل ترون شعر لعمار؟ لا. إذن هل أنت إنسان؟ نعم. إذن الآن أنا قادر أن أطرح الشعر أيضا من تصوري لحقيقة الإنسان، لكن له رأس، فأبقى أحذف كل ما يمكن أن أحذفه إلى أن أصل إلى شيء لا يمكن أن يكون الإنسان إنسانا إلا به. كما قلنا أنت يمكن أن تكون إنسان بدون الشعر، بدون النظارة، بدون مثلا لون بشرة معين، بدون جنسية معينة، فهذا هو الذي من خلاله تصل إلى ما يسمى الماهية. الماهية، ما هي الماهية؟ يعني بأبسط شيء هي حقيقة الشيء، يعني بأبسط عبارة حقيقة الشيء، يقولون ما به الشيء هو هو، ما به الشيء هو هو، يعني ما به أنت تكون أنت، تمام؟ الآن هذه الماهيات إذا استطعت أن أتصورها يجب أن أعبر عنها بألفاظ، والألفاظ التي سأستخدمها كلية أم جزئية؟ كلية، كلية، لأن الماهية كلية أم جزئية؟ الماهية كلية. هل عندنا الآن ماهية واحدة أم 20 ماهية؟ ماهية واحدة، هناك ماهية واحدة تجمعكم جميعا، إذن الماهية صادقة على كثيرين، فالماهية
هذا معنى كلي، فيجب استخدام ألفاظ كلية. هذا الذي يعلمنا إياه علم المنطق، كيف تستخدم الألفاظ التي يمكن من خلالها أن تعبر عن ماهية أو عن جزء ماهية أو عن خارج عن الماهية. هذه الاحتمالات، إما أن تعبر عن تمام الماهية وهذا الذي يسمى الحد التام، أو عن جزء الماهية وهذا هو الحد الناقص، أو عن الخارج عن الماهية وهذا هو الرسم. هذه هي الأنواع التي تقع تحت القول الشارح والتعريفات. نبدأ الآن بقراءة الأبيات. قال رحمه الله: فصل في المعرفات. قال رحمه الله: معرف إلى ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. إذن التعريف أو المعرف كم قسم؟ قال ثلاثة. ما هي؟ الحد والرسم واللفظ. التعريف اللفظي ليس من مباحث علم المنطق، التعريف اللفظي هذا من مباحث علوم اللغة، فليس هو جزء من علم المنطق، تمام؟ لذلك وإن ذكر فهو مفيد في تقريب تصورك للشيء. عندما أنت لا تعرف مثلا الغضنفر فأقول لك الغضنفر هو الأسد، أنا لم أعرفه حقيقة، أنا استبدلت لفظ يعني فيه غموض بلفظ فيه وضوح، لكن هذا الاستبدال أعانك في فهم المقصود، فلذلك يلحق إلحاقا، لكن هو طبعا ليس متعلقا لا بالماهية ولا بالأعراض. إذن يشرع الآن بتفصيل هذه الثلاثة فيقول: فالحد بالجنس وفصل وقع. إذن الحد كيف يكون؟ بالجنس والفصل. هذا الحد هنا يقصد به الحد التام أم الناقص؟ التام. إذا قيل حد إذن هو التام، لا يفهم الحد الناقص إلا إذا قيدناه، قلنا حد ناقص. أما إذا أطلقنا القول حد فقط هكذا فالمراد به الحد التام. قال: فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة معا. إذن الرسم كيف يكون؟ جنس والخاصة. طيب، قال: وناقص الحد بفصل أو معا. إذن الحد الناقص كيف يكون؟ بالفصل أو مع ماذا؟ أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. فالحد الناقص إما أن يكون بالفصل لوحده أو بالفصل مع الجنس البعيد. وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. إذن الرسم الناقص كيف يكون؟ بالخاصة فقط أو مع الجنس البعيد، خاصة وجنس بعيد. ثم قال: وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهرا. ما هو تعريف اللفظي؟ استبدال لفظ بلفظ أشهر منه، أشهر منه، لا نقول مرادف، أشهر منه، تمام؟ هذا إذن هي أقسام التعريفات. قال الشارح رحمه الله: أقول لما قدم الكلام على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس أخذ يتكلم على مقاصدها وهي القول الشارح. فالمعرفات جمع معرف بكسر الراء ويقال له تعريف. إذن تعريف، معرف، قول شارح، هذه الثلاثة هي نفس المعنى. طيب، قال: وهو ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف. ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف. هنا هل بالضرورة إذا قلت لك تعريفا ستفهم منه المعرف؟ هل هذا بالضرورة؟ أنا الآن مثلا عندي تعريف، أعطيتك قولا شارحا لمعرف معين أنت تجهله، فبعد سماعك لتعريفي ما زال المعرف مجهولا، إذن هل قولي يسمى تعريفا أم لا؟ واضح المثال؟ واضح المثال؟ مثلا الآن عرفت لك
الماء، ما هو تعريف الماء؟ طيب سائل ليس جنسا، يعني جنس تمام، لكن ما فصله؟ العصير مروي. طيب إذن ما هو فصل الماء؟ غير متلون؟ لا، هناك بعض الموائع أيضا غير متلونة. طيب ما هو فصل الماء؟ أنا لا أعرف بصراحة، تمام، حتى لو أطيل الوقت أنا لا أعرف. لكن لو قلت مثلا هيدروجين مع أكسجين H2O، هذا تعريف؟ ماذا سمينا؟ تقسيم. هذا تقسيم، H2O هذا تقسيم ليس تعريفا. طيب فالآن أنا عرفت لك الماء، فقلت لك الماء هو سائل X، يعني X لا نعرف ما هي، افترضوا أن لها معنى سائل X. هل يا شيخ أنس فهمت ما هو الماء؟ لا، عدم فهمه لا يخرج قولي عن كونه قولا شارحا. لماذا؟ لأن القول الشارح هو الذي يمكنك به التصور للمعرف حتى وإن لم تتصوره بالفعل. لكن هنا ماذا قال؟ لاحظوا، ما كانت معرفته سببا. سببا، هل السبب حاصل بالضرورة؟ قد يحصل وقد لا يحصل. يعني الآن نقول العالم يدل على الله، هل كل من نظر في العالم استدل على الله؟ طبعا لا، بعض الناس نظر في العالم فأصبح ملحدا. إذن هل نقول العالم لا يدل على الله؟ لا، نقول العالم صالح أن يدل على الله. العالم صالح أن يدل على الله، كذا القول الشارح، ما كان سببا أن يوصلك إلى المعرف، سواء وصلت إلى المعرف بالفعل أم لم تصل، إذا رعيت أنا الشروط فأصبح قولا شارحا. قال كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان، فإن معرفته سبب في معرفة الإنسان. مثلا كثير من الناس لا يعرف ما معنى ناطق أصلا، كثير من الناس لا يعرف ما معنى حيوان، ما زال إلى الآن بعض الناس إذا قلنا حيوان ناطق، يعني هذا قبل مدة بسيطة جدا كنت في يعني دولة من الدول لن نذكر ما هي، ف يعني أنا ذكرت المعلومة هذه عرضا هكذا، ليس هي موضوع المحاضرة أصلا، كانت محاضرة عامة لطلاب جامعة يعني، و يعني كلهم طلاب في الهندسة، أنت مهندس صحيح؟ أنتم المشاكل دائما تأتي منكم سبحان الله. فأنا ذكرتها عرضا، يعني كما تعرفون بما أن الحيوان الناطق قابل للتعلم هكذا قلت. ثم تكلمت بعدها ساعة ونصف كاملة، هناك يعني واحدة بعد ساعة ونصف من عندها سؤال، من عنده سؤال، واحدة قالت عندي سؤال. طيب أنت قلت حيوان ناطق، اتق الله، لقد كرمنا الله على الحيوانات، لماذا تقول أننا حيوانات؟ فقلت تمام الآن أجيبك، لكن أنا تكلمت ساعة ونصف بعدها، هل عندك أي سؤال فيما سبق؟ قالت بصراحة منذ أن قلت حيوان أنا يعني أوف، هذا لم يعد يفكر، فأنا أنتظر ينتهي الكلام لأسألك لماذا سميتنا بحيوانات. ويعني واحدة كانت يعني أيضا ألطف قليلا، فقالت لماذا لا نرتقي في استخدامنا للألفاظ، لماذا نحن نشتم بعضنا بعضا، هذا محاضرة لطالبات وطلاب هندسة، لماذا نشتم بعضنا بعضا فنقول حيوان وحيوان؟ يعني بصرف النظر يعني عن الذي أجبنا به، لكن الشاهد هنا أن كثير من الناس ربما إلى الآن لا يفهم ما معنى حيوان، ما قامت به حياة، لا يفهم ما معنى الناطق. لكن هل عدم فهمهم للحيوان أو للناطق مخرج عن كون الحيوان الناطق تعريفا للإنسان؟ لا، يبقى الحيوان الناطق تعريفا للإنسان. لماذا؟ لأنك لو فهمته على وجهه لوصلت إلى ماهية الإنسان، تمام؟ طيب يقول بعد ذلك وهو خمسة أقسام، حد تام وناقص،
ورسم تام وناقص وتعريف باللفظ. سيشرع الآن في بيان هذه الأقسام. قال: الحد الناقص، فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. إذن التعريف بالحد يكون بذكر ذاتيات الشيء. ما هي ذاتيات الشيء؟ ماهيته الماهية مركبة من ماذا؟ جنس وفصل، من جنس وفصل. إذن القول الذي يعطيك جنسا وفصلا للشيء يسمى حدا تاما. هل يجب أن تبدأ بالجنس أم بالفصل عند التعريف؟ بالجنس. لماذا ليس بالفصل؟ طيب، يعني أنا لو قلت لك مثلا الناطق الحيوان، هل يعني أنت فهمت أنه الإنسان؟ طيب، هل تعريفي الناطق الحيوان خطأ أم صح؟ أحسنت، خطأ. لماذا؟ لماذا يا هاشم؟ جيد. أنت الآن قبل أن أعرف لك الإنسان، كان الإنسان في حقك مجهولا، أنت لا تعرفه، فأنا أولا أبين لك حقيقته الأعم حتى يسهل عليك تصوره، ثم أخصص هذه الحقيقة بالفصل الذي هو جزء الماهية الأخص. عندما أقول لك الحيوان، تصورت أنت الحيوان، أن الإنسان هو من أفراد الحيوان، هذه تصورتها، لكن ما زال في ذهنك هناك التباس. ما الفرق بين الإنسان والقطة؟ تمام، أنا فهمت هو حيوان والقطة حيوان، ما الفرق؟ فيأتي الفصل ليبين لك هذا الفرق. طيب، لو قلت لك ابتداء الإنسان هو الناطق، ماذا ستفهم؟ تمام، الناطق شرطه أن يكون حيوانا، شرطه أن يكون حيوانا. فالآن لو قلت لك الناطق، أنت تصورت بذكري لك الناطق تصورت الحيوانية. إذا لو ذكرت لك بعد ناطق حيوان، هل استفدت شيئا من ذكر حيوان؟ لا، أنت تصورتها سابقا. واضح يا إخوة؟ الناطق تقول أكيد كل ناطق يجب أن يكون حيوان، هذا الذي تصورته أكرره لك فأقول الناطق الحيوان، لا معنى لتكرارها. لكن لو قلت لك الحيوان تصورته عموما، فهنا عندما أخصصه بالناطق كان للتخصيص معنى، أما ذكر الخاص الذي هو يستلزم طبعا العام فهذا لن يفيد بعده ذكر العام، سيكون لغوا. إذن قال الحد التام هو بالجنس والفصل القريبين. ما هو الجنس القريب؟ أو هذا سيمر معنا بعد قليل. طيب، الحد الناقص ما هو؟ قال: هو التعريف بالفصل وحده كتعريفه بالناطق فقط. طيب، هل التعريف بالحد الناقص هل هو مفيد أم لا؟ مفيد. هل أعطاك تمام الماهية؟ أعطاك الناطق، هل هذا تمام الماهية؟ قلت أعطاك. الآن أنت بعد ذلك ستفهم تمام الماهية من خلالي، لكن هو لم يعطيك إلا جزء الماهية الأخص، فهو بإعطائه جزء الماهية الأخص أصبحت قادرا أن تتصور الجزء الأعم، لكن سيحتاج منك عملا مركبا. عندما أعطيك حيوان ناطق مطلوب منك فقط أن تفهم هذه الماهية، لكن لو قلت لك ناطق فقط تحتاج أن تفهم الناطق فقط ثم تفهم لزوم الناطقية للحيوانية، هذه عملية ثانية، ثم تفهم تركب الماهية من الحيوانية الناطقية، فأصبح العمل الذهني مركباً. بعد أن كان في الحد التام مطلوب منك فقط أن تدرك الماهية التي أعطيتك إياها، أصبحت الآن مطلوب أن تدرك جزءها الأخص ثم استلزامه للجزء الأعم،
ثم تركب الماهية من الأعم والأخص، فلذلك يكون ناقصا. إذن لماذا نقول ناقص؟ إما لأن الماهية نقصت لفظا، أعطينا الفصل فقط، أو هو ناقص لأنه يعني أعسر في الوصول إلى الحقيقة من التام، فنقص عنه في الوضوح. قال أو به مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الناطق. بالجسم الناطق ما هي أو ما هو الجنس؟ مقول أو صادق على كثيرين. هؤلاء الكثيرين لهم حقيقة واحدة أم حقائق مختلفة؟ هل حقيقتك مثل حقيقة القطة؟ لا. إذن الجنس هو صادق على كثيرين. أنت حيوان والقطة حيوان والأسد حيوان، فهو صادق على كثيرين، وهؤلاء الكثيرين مختلفون في الحقائق. تمام. إذن كل ما كان صادقا على كثيرين مختلفين في الحقائق سأسميه جنسا. عندما ألاحظ أن هذا الصادق على كثيرين مختلفين في الحقائق قد يكون قريبا أو بعيدا بالنسبة للنوع الخاص الذي أتكلم عنه، مثلا نوعك هو ماذا؟ إنسان. طيب ما هو أقرب جنس للإنسان؟ الحيوان، فيسميه حيوانا قريبا. فالحيوان كلي صادق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. هل الحيوان فوقه جنس؟ الحيوان ما جنسه؟ هذا فصل. المخلوق حكم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الحكم المخلوق هذا حكم، هذا فصل. فصل. طيب الآن لو قلنا جسم، جسم هل هو صادق على كثيرين أم لا؟ صادق على كثيرين. طيب هل هؤلاء الكثيرون مختلفون في الحقائق؟ طيب انظر الآن، أنا جسم، القطة جسم، الهاتف جسم، إذن هو صادق على كثيرين مختلفين في الحقائق، بعضهم حيوانات وبعضهم جمادات وبعضهم نباتات. نباتات، تعرفون النباتات. طيب تمام، نباتات، هذه جسم. إذن هذا أصبح صادقا على كثيرين مختلفين في الحقائق، فالجسم هو جنس. لكن لو نظرت إلى الإنسان، أيها أقرب إلى الإنسان، الحيوانية أم الجسمية؟ الحيوانية. فتسمى الحيوانية هي الجنس القريب، هي جنس قريب، والجسمية تكون جنسا أبعد. لماذا؟ بينها، بين الجسمية وبين الإنسان هناك جنس هو الحيوانية. لذلك يعني نقول أن الجنس، طبعا سندرس لاحقا أن هناك ما يسمى بالجنس السافل الذي هو أقرب الأجناس إلى النوع هو الحيوانية هنا، وهناك جنس متوسط وهناك جنس عال، لأن هذه حقيقة هي فيها بعض التفاصيل التي هي محل خلاف، وهذه مباحث أصلا فلسفية وليست مباحث منطقية. لكن الشاهد هنا أنه استخدامك للجنس البعيد مع الفصل يسمى ماذا؟ حد ناقص. حد ناقص. لماذا ناقص؟ لنفس الذي قلنا الآن، بمجرد أن أقول لك جسم ناطق، هل أنت حقيقة تصورت الإنسان؟ لا، لأنك تقول القطة جسم، الهاتف جسم، النبات جسم، ثم بعد ذلك تتفكر تقول نعم هذا الجسم ناطق. إذن هل هو حي أم جماد؟ حي، لأن الناطقية لا تقوم إلا بالأحياء، فتفهم نعم هذا الجسم حيوان ناطق، فاحتجت أيضا إلى تفكير مركب.
فكان أقل في الوضوح فيسمى حدا ناقصا. ارفع صوتك. الكلام هنا عن الحد الناقص أو به مع الجنس البعيد، أو به مع الجنس البعيد. طيب الرسم التام قال هو التعريف بالجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. الحيوان الضاحك جنس قريب مع عرض خاص. قال والرسم الناقص كيف يكون؟ إما بالعرض الخاص لوحده، قال بالخاصة وحدها كتعريفه بالضاحك، أو بها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الضاحك. إذن اشترك الرسم الناقص مع الحد الناقص في استخدام الجنس البعيد، وافترق في أن الحد التام حد الناقص يستخدم مع الجنس البعيد الخاصة الفصل عفوا، والرسم الناقص يستخدم الخاصة، وفي كل منهما يجوز استخدام الفصل لوحده أو الخاصة لوحدها. قال أو تعريفه باللفظ، فهو أن نبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه كتعريف الغضنفر بالأسد. ومراد المصنف بالحد والرسم في البيت التامان بدليل قوله بعد ذلك ناقص الحد وناقص الرسم. إذا ذكر الحد يقصد به التام، والرسم يقصد به التام. مثلا الحيوان المتدين، هذا تعريف بماذا؟ حد أم رسم؟ رسم. ناقص أم تام؟ ما رأيك؟ ناقص أم تام؟ انظر الآن، هل ذكرنا الجنس أم لا؟ الجنس المذكور قريب أم بعيد؟ قريب. إذن يكون رسما تاما، رسما تاما. طيب المتخلق، الإنسان هو المتخلق، ماذا نسمي هذا؟ أنتم لا أدري هل صوتكم لا يسمع بسبب الكمامات، أو بسبب أني أنا لا أسمع جيدا، أو بسبب الإخوة المزعجين في الخلف، يعني أظن واحد من هذه الثلاثة. رسم ناقص، نعم. لماذا؟ نعم، ذكرنا الخاصة لوحدها، الإنسان هو المتخلق، هذا يعني رسم ناقص. بعض المعاصرين يعني جعلوا أن هذا هو الحد التام للإنسان، ولا يتصور الإنسان إلا به، مع أنه يعني هو رسم ناقص، يعني أقل ما يقال فيه هو رسم ناقص. ثم أصلا هل الإنسان متخلق أم غير متخلق؟ بالقوة، متخلق بالقوة. التخلق بالقوة يعني هذا عرض مفارق أم ملازم؟ هذه ستمر معنا الآن، لا نشوش الأذهان فيها، لكن الشاهد أن المقصود هنا بالتخلق بالقوة وليس بالفعل، وليس بالفعل. وإلا الطفل الصغير هل له أخلاق؟ ليس إنسان؟ نعم، على تعريفهم، على تعريفهم لا يكون إنسانا، لأن الطفل الصغير أكيد هو مجرد عن الأخلاق. طبعا هنا يأتي إشكال آخر عند هؤلاء، أن الأخلاق هي ماذا؟ فطرية. هنا سنقع في إشكال مركب أكثر. إذا كانت فطرية إذن هي فطرية يعني مكتسبة، يعني هي من أصل خلقتك، فأنت تولد متخلقا. طبعا هذه مصيبة كبيرة، الآن يصبح الحوار أصعب وأصعب. يعني لماذا أصعب وأصعب؟ لأنه افترقنا أكثر وأكثر في تحديد المفاهيم. مفهومي من الإنسان أصبح مختلف تماما عن مفهومك للإنسان، فلذلك يعني سنقع في هذه الإشكاليات. فعندما تختلف هذه الوجهات الفلسفية كثيرا، يجب أن لا تسترسل في النقاش والحوار إلا بعد إعادة ضبط المصطلحات. أصلا الحوار الفلسفي المعاصر هو في أصله ينبغي أن يكون إعادة ضبط للتصورات، هذا هو أصل الحوار الفلسفي، هكذا ينبغي أن يكون، إعادة ضبط للتصورات. قديما كان هناك مقدار كبير جدا من الاتفاق في التصورات، فيحصل الخلاف في تصديق بهذه التصورات،
مثلا حدوث العالم تصوره، أنا تصورته، والفيلسوف تصوره، إذن اتفقنا على التصور. تعال الآن نتناقش في التصديق، هل تصدق بحدوث العالم أم لا؟ فأنا أقول أصدق بدليل كذا وكذا، وهو يقول أنا لا أصدق بدليل كذا وكذا. فيحسن المناظرة لاتحاد التصور. أما مع مرور الزمان تقل استخدام اللغة العلمية. اللغة العلمية هي لغة اصطلاحية. هذه مشكلة غير المتخصصين عندما يخوضوا في هذه المباحث، فيستخدمون ألفاظ هي لا تدل الدلالة الاصطلاحية الموضوعة في العلوم، فيستخدمونها بغير المراد. فعندما تتناقش مثلا، أنت تتناقش مع منطقي، فتستخدم عبارات مستخدمة في علم المنطق، المنطقي ماذا يفهم؟ الاصطلاح الموضوع للمنطق. لكن أنت تريد مثلا الوضع اللغوي، إذن ستتناظر معه نصف ساعة، ثم بعد نصف ساعة لن تصل إلى شيء. طبعا كيف تصل إلى شيء وأنت تتكلم في وادي وهو في وادي آخر؟ لذلك يعني إعادة ضبط المفاهيم المعاصرة هذه هو أولى أصلا من عقد الجلسات الحوارية والمناظرات وعقد المؤتمرات التي أنا لا أعرف حقيقة ما الفائدة منها يعني في هذا الزمان إلا من رحم الله، يعني مؤتمرات طويلة عريضة ويشارك بها عشرات الباحثين، وسبحان الله يعني لا يكون هناك ولا محور في المؤتمر متعلق بضبط المصطلحات المستخدمة في هذا المؤتمر. شيء يعني أقل ما يقال هو مضحك، يعني هذا ألطف عبارة، هو طبعا ليس مضحك هو أكثر من هذا، لكن ألطف عبارة. نعم، من كان له سؤال؟ نعم تفضل، عندك سؤال؟ من كان له سؤال هنا؟ طيب. إذن قال بعد ذلك ما هي شروط التعريف، بينا ما سبق ما هي أشكال التعريفات، إما أن يكون حدا أو رسما تاما وناقصا أو لفظا. الآن ما هي الشروط المستخدمة؟ قال رحمه الله: وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا ظاهرا وظاهرا لا أبعد. إذن يجب في كل، الله أكبر الله أكبر، أتعريف أن يكون، طبعا هنا الكلام في الحد، يعني الله أكبر، مضطرد منعكس، مضطرد منعكس يعني جامع مانع، جامع مانع، وظاهرا لا أبعد يعني الألفاظ المستخدمة فيه يجب أن تكون أظهر من المعرف. إذن يقول ماذا؟ ظاهرا لا أبعدا ولا مساويا. إذن لا مساويا التي هي أول البيت الثاني هي متعلقة بآخر البيت الأول، الله أكبر الله أكبر. فالألفاظ المستخدمة في التعريف هي أظهر لا أبعد ولا حتى مساوي، الله أكبر. قال: ولا تجوز. إذن هل يجوز استخدام ألفاظ مجازية في التعريف؟ لا، ولا تجوز لا يجوز استخدام المجاز في التعريفات. بلا قرينة بها تحرز، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا أردت استخدام لفظ مجازي إذن يجب أن يكون معه قرينة. سبحان الله. قال: ولا بما يدرى، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. إذن يجب أن يكون اللفظ أيضا المستخدم أو التعريف هذا الذي أنت تعرف به يجب أن يكون، أن لا يكون من الألفاظ المشتركة التي صادقة على كثيرين مختلفين في الحقائق يمثلون بالعين مثلا، الله أكبر. فلا تقول مثلا في تعريف الهاتف، الله أكبر، عين متكلم، عين متكلم، العين صادق على هذه وعلى عين الماء وعلى الجاسوس. طيب إذا لا يجوز استخدام لفظ مشترك. قال: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، مثاله ما قاله الشيخ دانش قبل قليل، الحدوث مثلا، تعريف العالم بالحدوث هذا حكم، الله أكبر. قال: ولا يجوز في الحدود ذكر أو،
وجائز في الرسم فادري ما رووا. هل أجوز أن أقول الهاتف هو جسم بكاميرا أو بدون كاميرا؟ لا يجوز في الحدود ذكر أو. طبعا مثال الهاتف ذكرت رسما أم حدا؟ رسما. قال وجائز في الرسم فادري ما رووا. في الرسم يجوز إدخال أو، لكن في الحد لا يجوز. طبعا أو بقرينة يعني أو معينة لا تجوز، هناك أو أخرى تجوز في الحدود، سنبينها بعد الأذان. طيب نتوقف الأذان. صلى الله على سيدنا وصحبه أجمعين. بسم الله. إذن شرع في بيان شروط التعريفات فقال أقول شرط المعرف أولا قال أن يكون مطردا منعكسا، أن يكون مطردا منعكسا. ما معنى مطلدا منعكسا؟ قال أي جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيرها، جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيرها، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. عندما قلنا الإنسان هو الحيوان الناطق، هل يدخل في هذا التعريف كل أفراد الإنسان أم لا؟ طيب هل يمكن أن تدخل القطة في هذا التعريف؟ فإذا دخول كل أفراد الإنسان يسمى جمعا، ومنع غيرهم من الدخول فيه يسمى منعا. فشرط التعريف طبعا أن يكون جامعا مانعا. قال فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق. الآن الحيوان الناطق، لو قلنا ما تعريف الحيوان؟ هو الناطق. هل هذا التعريف جمع كل أنواع الحيوان؟ لماذا؟ مثلا القطة ليست ناطقة فخرجت من أن تكون حيوانا. قال أو غير مانع كتعريف الإنسان بالحيوان. تعريف الإنسان بالحيوان أيضا لم يمنع غير الإنسان من الدخول، فهذا يكون ليس مانعا. طيب واحد لو سمحتم يكتب لنا على السبورة، من خطه جميل هنا؟ أظن أنت يا شيخ، صحيح؟ يبدو لي خطك جميل. طيب اكتب لنا لو سمحت. هل يوجد قلم؟ موجود؟ طيب تمام. اكتب لنا لو سمحت حيوان، الحيوان على اليمين، الحيوان. طيب يعني اجعل خطا، افصل يعني. نعم افصل بخط. طيب بجانبه اكتب مثلا الابيض، او عفوا اكتب الجسم الابيض. أو اكتب الأبيض فقط، الأبيض. طيب خط أيضا، وأكتب ماذا؟ أكتب الآن الناطق. خط، اكتب الحيوان الناطق. الحيوان الناطق، لا 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 بالجديد يعني الحيوان. شكرا. الآن انظروا في هذه الأقسام. طيب القسم الأول الحيوان، الآن المعرف هو اكتب فوق لو سمحت الإنسان بالأسود، نعم الإنسان في المنتصف، نعم هنا الإنسان. شكرا. الإنسان لو عرفناه بالحيوان هذا التعريف ماذا يسمى؟
الإنسان هو الحيوان. شكرا شيخ بارك الله. غير مانع. لو عرفنا الإنسان بأنه حيوان فيكون غير مانع. إذن هذا ماذا نسميه؟ يكون بهذه الحالة جامع لا مانع. هل هو جمع كل أفراد الإنسان؟ هل يوجد إنسان ليس حيوانا؟ لا. إذن جامع. هل منع غير الإنسان؟ لا. إذن يكون جامعا لا مانعا. طيب الأبيض، هل هناك إنسان ليس أبيض؟ إذن ليس جامعا. طيب لماذا ليس مانعا؟ أدخل فيه القطة البيضاء مثلا، أدخل فيه القلم الأبيض، فهذا يكون لا جامع ولا مانع. طيب الناطق، الناطق يعني هذا يكون لمثال معرف هو الحيوان ليس الإنسان. طيب الحيوان الناطق ماذا يكون هنا؟ جامعا مانعا. أريد تعريف يكون للإنسان. يكون ليس جامعا لكنه مانعا. يكون ليس جامعا لكنه مانعا. ضاحك جامع أم لا؟ جامع. طبعا هنا ضاحك نقصد به بالقوة، ضاحك بالقوة جامع. عفوا، ضاحك بالقوة ليس جامعا لأنك أنت الآن لا تضحك. لكن هل يمنع غير أفراد الإنسان؟ طبعا غير الإنسان لا يضحك، فإذا يكون الضاحك بالفعل. على هذا التعريف أنت لست إنسانا لكن مانع، على اعتبار أنه يمنع غير الإنسان من الدخول فيه. فإذا شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. طيب الشرط الثاني قال أن يكون ظاهرا. ما معنى ظاهرا؟ هنا سنقع في إشكالية. الظهور ما معنى؟ الوضوح. والوضوح الظهور. الوضوح هو ماذا؟ هل هو أمر مطلق أم نسبي؟ هذا أمر نسبي. إذن يجب أن تتنبه لهذه المسألة. قد يكون الأمر ظاهرا عندك لكنه ليس ظاهرا. اللفظ في بلادك ظاهر، في مثلا بلاده ليس ظاهرا. فهنا يجب مراعاة هذه الجزئية النسبية في التعريفات. قال أن يكون ظاهرا كتعريف الحنطة بالقمح. الحنطة هل هي أخفى من القمح أم أظهر من القمح؟ أخفى. فيقول القمح أظهر، فعرف الحنطة بالقمح. هذا طبعا في التعريف اللفظي. قد يكون في مثلا مكان معين الحنطة قول مشهور جدا، فيصبح تعريف الحنطة بالقمح مساوي وليس أظهر. قد يكون الحنطة مشهورة في هذا البلد فتكون مثل القمح في الشهرة. فإذا هذه جانب نسبي يجب مراعاته خصوصا في هذه التعريفات اللفظية. قال أما إذا كان أبعد منه كتعريف الأسد بالغضنفر، أو مساويا كتعريف العدد الفرد، قال ليس زوج. ما هو الفرد؟ ليس زوج. كأغلب تعريفاتكم كلما أسألكم شيء تأتوني بمساوي. العدد الفرد ما هو؟ قال ليس بزوج. طيب ما هو الزوج؟ ليس بفرد. هذا تعريف بالمساوي، فهذا طبعا لا يصح. الآن أنت تعرف ماذا؟ يعني
أنت الآن في مقام تعريف الفرد فتقول هو ليس بزوج، ثم في مقام تعريف الزوج ما ليس بفرد، هذا الذي نتكلم فيه، تمام؟ لكن أنت في النهاية تقول مثلا هو زوج وفرد، فهذا يكون العدد، إما زوج وإما فرد، هذا يكون العدد، تمام؟ إذا جمعتهما معا في جملة واحدة. طيب الثالث، قال ألا يكون بألفاظ مجازية من غير قرينة تعين المراد، من غير قرينة تعين المراد. إذن استخدام الألفاظ المجازية الأصل أنه غير مقبول في التعريف، الأصل هكذا. إذن الأصل أن تبتعد عن المجاز في التعريف، لكن إن استخدمته لسبب معين فيجب أن تراعي أن يجب أن تكون هناك قرينة واضحة تعين المراد، لأنك لو لم تذكر القرينة سينصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي أم المجازي؟ المجازي الحقيقي عفوا. إذا لم تذكر قرينة الذهن يفهم أولا ظاهر اللفظ، يفهم المعنى الحقيقي، فإذا لم تذكر القرينة سيفهم السامع أنك تريد المعنى الحقيقي، لكنك أنت تريد معنى مجازي. لذلك لا تستخدم الألفاظ المجازية، وإن استخدمتها فبين أو اذكر قرينة تبين أنك الآن تتكلم بلفظ مجازي وليس حقيقي. ضرب مثالا غريبا، يعني سبحان الله، يعني قال كتعريف البليد بالحمار، من هو البليد؟ الحمار. طيب هل البليد حمار حقيقا؟ لا. طيب لو قلت لك البليد هو الحمار، هل ستفهم أنه يعني هذا مجاز عن الغباء؟ كيف تفهم؟ لن تفهم، تقول لي ما معنى بليد؟ أنت أصلا تسأل ما معنى بليد، إذا أنت لا تتصور البلادة. فأقول لك البليد تعريفها هو الحمار، فالآن في ذهنك البليد هو الحيوان الناهق الحمار، لكن ليس هذا مرادي. بالمناسبة لماذا يعني يشتهر الحمار بأنه يعني يضرب المثال بالغباء بالحمار؟ لماذا؟ من يعرف؟ أنا بصراحة لا أعرف يعني، وفكرت سابقا أكثر من مرة ما قرأت شيئا يعني مقنعا في هذا، فمن منكم يعرف؟ طيب من منكم يستخدمها للدلالة على الغباء؟ للدلالة على الغباء. طيب حتى في بلادكم يقولونها كذا؟ طيب لماذا؟ لا نعرف. طيب فكروا فكروا لماذا؟ هذا واجب طبعا، إذا قلنا واجب لن يكتبها أحد أكيد يعني إلا الشيخ عمار، فهذا واجب شفهي، لا تأتوني بأبحاث مكتوبة، فقط اقرأوا نص وأقولوا لي لماذا. فهنا لاحظوا، إذا قلنا البليد هو الحمار يعني يقول هذه مجازية، فيجب أن تذكر قرينة، فذكر قرينة، قال البليد من هو؟ حمار يكتب، حمار يكتب. طيب حمار يكتب، الكتابة هل تكون لغير الحيوان الناطق؟ لا طبعا، المقصود هنا طبعا دائما هذه المعاني هاشم، لا أنا ممكن أن آتي بقرد وأعلمه كيف يكتب، صحيح هذا الذي أتى في ذهنك واضح من عيونك يعني، لكن نقصد هنا بماذا الكتابة؟ ليس تقليد حركات اليد، بل الكتابة التي هي تعقل معنى ثم التعبير عنه برسم ألفاظ، هذا غير موجود أو عندك شك في هذا؟ الحمد لله. طيب عندما قال إذن حمار يكتب، فهمنا من كلمة يكتب أنه إنسان، فإذا فهمنا أن البليد حمار يكتب معنى حقيقي أم مجازي؟ مجازي. أو لو قلنا مثلا حمار ناطق، البليد حمار ناطق مثلا، فهمنا إذن أنه معنى مجازي. طيب يعني هذا اللفظ أو هذا المثال يعني ربما لا يستحسن حقيقة أن أذكره حتى للمبتدئين، فاستبدلوه بمثال آخر. نريد تعريف الآن، أعطونا تعريف.
تعريف مجازي. مثلا نقول ما هو القمر؟ لؤلؤة مضيئة. لؤلؤة مضيئة. هل القمر لؤلؤة حقيقية؟ لا، هذا مجازي. طيب ما هي القرينة؟ القرينة هنا اللؤلؤ يعني مضيء. اللؤلؤ يضيء أم لا؟ حقا. طيب والقمر لا يضيء، القمر جسم معتم مثلا. طيب فكروا، هذا واجب آخر أيضا، يعني أعطونا تعريف مجازي. طيب أخيرا أو قبل الأخير، الشرط الرابع، قال أن لا يتوقف معرفته على معرفة المحدود كتعريف العدد الفردي بما تقدم. ما هو على الفرد؟ قلنا ما ليس بزوج، والزوج ما ليس بفرد، يعني قال وعكسه. إذن يجب أن لا تتوقف معرفة المعرف على معرفة المعرف ولا العكس. مثلا هناك مثال يظن البعض أنه من هذا الباب، طبعا يعني في علماء الكلام يفصلون أنه لا، الدور منفك. المقصود هنا أن لا يكون هناك دور في التعريف. مثلا العلم ما هو؟ معرفة المعلوم. طيب ما هو المعلوم؟ ما تعلق العلم به. فإذا معرفة العلم متوقفة على تعريفه، وتعريفه إدراكه متوقف على المعرف الذي هو العلم، فيصبح هذا دورانا، فيقولون هذا لا يصح. طبعا هذا المثال كما قلنا يناقش. خامسا ألا يكون بالألفاظ المشتركة من غير قرينة. إذن أيضا لا تستخدم مجاز ولا اشتراك لفظي، وإن استخدمت لحكمة فيجب وضع قرينة. قال كتعريف الشمس بالعين، العين هذا مشترك فلا أعرف به الشمس. قال فإن وجدت قرينة كتعريفها بالعين المضيئة. الآن ننظر، العين لفظ مشترك يطلق على مثلا ماذا؟ قلنا الجاسوس وعين الماء والباصرة. ماذا أيضا؟ الجسم، النفس مثلا، النفس الجسم، نقول مثلا له عين، فهذه كلها تطلق على العين. لو قلنا عين مضيئة، كل هذه المعاني التي ذكرناها للعين هل شيء منها مضيء؟ لا. إذن فهمنا هنا أن المقصد الشمس. قال وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز. لا يجوز أن تحكم أن تكون تعريفك فيه حكما، كتعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع. ما هو الفاعل؟ تقول لي الفاعل هو الاسم المرفوع. الاسم المرفوع هذا حكم، هذا حكمه. ما حكم الفاعل؟ مرفوع، فكيف تعرفه بحكمه؟ نعم. يعني لو سألتك الآن ما هو الفاعل فقلت لي هو الاسم المرفوع، تعريفك يكون خطأ، تعريفك يكون خطأ. لكن لو قلت لي الفاعل هو اسم مرفوع وأنت هنا لا تريد أن تعرفه بل أن تبين حكمه، أقول تمام، نعم لا مشكلة في هذا، بالعكس هذا مطلوب. نعم أكيد هذا حكم، قصدوه حكما. الآن الأسماء عندك تحكم عليها إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة مثلا، فالنصب تبحث عن مصادقه والرفع تبحث عن مصادقه، هذه كلها أحكام طبعا. نعم next one. لا، أين القرينة؟ هذا حكم، هذا حكم، فكيف أعرف الشيء بذكر حكمه؟ هنا ما معنى قرينة؟ يعني هذا حكم سيكون حكما. طيب مثلا في أصول الفقه بعض الأصوليين كيف يعرفون الواجب؟ نعم، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا حكم، هذا حكم. كيف تعرف الواجب
به هذا حكم. إذن لا تذكر الأحكام عند ذكر الحدود، تمام؟ قال لأن المعرفة، طبعا لماذا لا تذكر الأحكام عند الحدود؟ باختصار شديد، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا جعلت تصوره موقوفا على معرفة حكمه أصبح دورا. الواجب، أو مثلا هنا المبتدأ، ما حكم المبتدأ؟ لا أستطيع أن أعرف حكم المبتدأ إلا إذا تصورت المبتدأ، فأجعل التعريف بالحكم، فيكون الحكم على المبتدأ متوقف على تعريفه، وتعريفه متوقف على حكمه، وهذا دور. ولذلك لا ندخل الأحكام في الحدود. طيب، يعني هذا المذكور هنا. السادس، قال ولا يجوز إدخال أو، ضعوا خطا تحت كلمة التي للشك، أو يقولون للترديد، أو التي هي للشك، هذا لا يجوز استخدامها في الحدود، لأن الشك يعني هو ماذا؟ ليس فيه نسبة، ليس فيه نسبة حقيقية، نسبة حكمية. فهنا يقول لك كقولك في تعريف البليد هو الذي لا يفهم أو لا يستقيم. طيب، البليد الذي لا يفهم، هذا أعطانا تصورا معينا، البليد هو إنسان لا يستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة. طيب، البليد الذي لا يستقيم، هذا تصور آخر، البليد هو الإنسان الذي لا يحكم تصرفاته، لا يستطيع أن يتصرف تصرفات جيدة، لا يميز بين الحق والباطل في أعماله مثلا. فكيف أنا الآن في مقام التعريف أريد أن أتصور شيئا، فتعطيني أنت ليس تصور بل تصورين، أنا أريد أن أتصوره، فأنت الآن حاصل ما فعلته أنك شككتني بين تصورين لم ترجح لي أيهما هو مراد المعرف. فيقول إذن أو التي هي للشك لا تدخل. قال أي إما هذا أو هذا، إن كانت أو بهذا المعنى لا تدخل في التعريف، إما هذا أو هذا للشك. طيب، عندنا أو أخرى، قال أو التي للتقسيم، أو التي هي للتقسيم، الكل إذا قسمناه إلى أجزائه فيمكن استخدام أو، يمكن استخدام أو. أقول مثلا العالم إما أجسام أو أعراض، العالم إما أجسام أو أعراض. هل الآن أنا أشككك أم أبين لك الأقسام؟ أنا أبين لك الأقسام، خلافا لقولي لك مثلا الأسد هو حيوان بني أو برتقالي. هل الآن أنا ذكرت أقسام؟ لا، أنا لم أذكر أقساما في هذا المثال، أنا شككتك لأني أنا غير متأكد ما لونه الحقيقي، لأن البني والبرتقالي في درجاته هناك بعض التقارب، فأنا غير قادر أن أميز هذا بني أم ماذا يا شيخ، ما اسمه هذا شيخ عمر؟ لا، بالعربية. طيب، بالعربية ما اسمه هذا اللون؟ هافان بالعربية، أقل البرتقالي، يعني الأسد بهذا اللون الذي أنا بصراحة لا أعرف ما هو، يعني لكن هذا هو لون الأسد. فهذا اللون أنا بصراحة مشكك عندي، لا أستطيع، مشكك، لا أستطيع أن أعرف هل هو بني أم برتقالي. فأنا من باب الاحتياط أقول لكم ماذا؟ الأسد حيوان إما بني أو برتقالي، فهذا لا يجوز طبعا. أما إن كان للتقسيم كان أقول لكم مثلا الأسد إما ذكر وإما أنثى، فهذا، هذه أو للتقسيم هي جائزة.
قال فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين. عفوا قال وأما أو التي للتقسيم فإنه يجوز إدخالها على معنى أن المعرف قسمان، المعرف قسمان، قسم كذا وقسم كذا، فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين وليس تعريف واحد. كان أقول لك مثلا العدد إما زوج وإما فرد، هنا كم تعريف أنا أعطيتك؟ أعطيتك تعريف للزوج، ما هو الزوج؟ عدد. وما هو الفرد؟ عدد. أنت مصر أنه الزوج ما ليس بفرد والفرد ما ليس بزوج، هذا من معيبات التعريفات يا شيخ. طيب. قال مثاله تعريف النظر بالفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن. هذه أو للتشكيك أم للتقسيم؟ للتقسيم. النظر إما أن يؤدي إلى علم أو يؤدي إلى ظن. النظر إن كان نظرا في أدلة يقينية فالناتج علم، إن كان نظر في أدلة ظنية فالناتج ظن. فلذلك النظر حقيقة منقسم إلى علم وظن. قال يعني أن النظر قسمان، الأول الفكر المؤدي إلى العلم والثاني الفكر المؤدي إلى غلبة الظن. وأما في الرسم فيجوز دخولها، أما في الرسم فيجوز دخولها، كقولك في تعريف الإنسان هو الضاحك، الحيوان الضاحك أو القابل للعلم وصنعة الكتابة. لماذا يجوز إدخالها في الرسم؟ في الرسم تعريف بالجنس والعرض الخاص. العرض الخاص لك واحد أم كثير؟ كثير، فيجوز إدخال أو، لأن الأعراض متكثرة، الأعراض الخاصة القائمة بك متكثرة، فإدخال أو جائز في الرسم. لكن في الحد هو ذكر للجنس والفصل، هل لك أكثر من فصل أم فصل واحد؟ فصل واحد، فلا يجوز إدخال أو. قال والفرق بين الحد، طبعا يعني التام والرسم التام، أن الماهية يستحيل أن يكون لها فصلان على البدل، إما هذا أو هذا، الماهية لها فصل واحد، ويجوز أن يكون لها خاصتان كذلك، يمكن أن يكون لها أكثر من خاصية، والله أعلم. طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل الله أنهينا قسم التصورات.